أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أقم الصلاة على النبي محمد وقبولها حتما بغير تردد. أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي محمد. هي الحوراء زينب عن علاها لتقصر كل ذات يد طويلة سليلة أحمد مولى الموالي ألا نعمات لأحمد من سليلة. تبلغ الألباب علما فلن تحصي مواهبها الجليلة. وكم قد جاء برهان جلي بعصمتها وعفتها النبيلة. فخورا عقيلتنا ويا نعم العقيلة. فكانت في البرية كنز طهر ومصدر كل منقبة جزيلة. وفضل بعد فاطمة البتولة. ولا عجب إذا الباري حباها صفات في العقائل مستحيلة. فصاحة قد نماها فقد ورثت فصاحته وقيل كفاها مفخرا مذ يوم ألف ألقيت على كوفان خطبتها المهولة. لسانها إذ ذاك نصل شباه يفضح البيض الصقيل به قد أخرست نطق الأعادي وردت منه أعينهم كليلا. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
ورد عن إمامنا الصادق سلام الله عليه أنه قال: إنما يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر مؤمن فيتعظ، أو جاهل فيتعلم، وأما صاحب سوط وسيف فلا. صدق إمامنا أبو عبد الله الصادق سلام الله عليه. الحديث عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ضوء حياة زينب سلام الله عليه، رب قائل يقول في هذا العنوان وفي هذا البحث أنه موضوع مستهلك، يعني كثيرا ما تكلم الخطباء والعلماء عن هذه الفريضة التي هي واضحة لكل مسلم ولكل مؤمن، حينما تسأل أي شخص يقول لك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان فريضتان. وقد ورد في القرآن الكريم وفي الروايات الشيء الكثير: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: إن الله ليبغض العبد المؤمن الذي لا دين له، الذي لا دين له. قالوا: يا رسول الله، ما المؤمن الذي لا دين له؟ مؤمن ولا دين له كيف؟ قالوا له: الذي لا ينكر المنكر، الذي لا ينكر المنكر. نحن حينما نأتي إلى هذه الفريضة لابد أن نعطيها حقها، يعني إحنا اجتماعيا حساسين في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. في الناحية الاجتماعية الرعية وعند الراعي، عند السلطان وعند الناس، عند الكل الحديث عن هذا الأمر فيه شجون. لماذا؟ الآن قد يوصف طالب العلم أو العالم أو المؤمن بأنه متخاذلاً، غير آمر بالمعروف غير ناهي عن المنكر. زين، في المقابل هذا الطالب العلم أو العالم يقول بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالنسبة لي غير واجب. ليش؟ لبعض الأمور غير متحققة الشروط، أن بعض الشروط غير متحققة. إذن يصير هنا تجادل بين المجتمع، بين رجل الدين، بين الساكت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإنجي إلى الشروط التي لابد أن نستذكرها: معرفة المعروف ومعرفة المنكر، هذا شرط. الأمر الآخر هو احتمال التأثير، احتمال التأثير على هذا الطرف. الشيء الآخر اللي هو حساس هنا: عدم توجه الضرر، لا يكون ضرر على الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا على نفسه ولا على ماله أو عرضه أو على أصحابه. إذا كان ضرر
لا يجب. إذا كان ضرر لا يجب. هنالك أيضا شروط أخرى، أن يكون هذا الإنسان مثلا إذا كان ما يزال مقيم على الذنب، لم تظهر منه أمارات التوبة، إذا كان تاب من الله عز وجل لأنه ترك واجبا أو أقام على مكروه، لا يجب علي أن آمره بالمعروف وأنهى عن المنكر. ليش؟ لأنه أقلع، يعني تاب إلى الله عز وجل. الأمر الآخر أن لا يكون معذور، أن لا يكون عنده عذر. حينما نأتي إلى إطلالة سريعة على روايات أهل البيت، على روايات أهل البيت عليه أفضل الصلاة والسلام، الحديث المتقدم: إنما يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر منه مؤمن فيتعظ، مؤمن فيتعظ، أو جاهل فيتعلم، وأما صاحب سوط وسيف فلا. صاحب صوت وسيف يعني شنو؟ قوة، سلطان، يعني معناته لا تخاف على نفسك، تخاف على عرضك، تخاف على مالك. فإذن بهذه الرواية لا يجب على الإنسان إذا خاف توجه الضرر إلى نفسه أو إلى أصحابه. رواية أخرى تقول: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان لمن يمكنه ذلك ولم يخف على نفسه ولا على أصحابه. رواية أخرى عن الإمام الصادق: إنما هو للقوي المطاع، القوي المطاع. إذن القوي المطاع، إلا الإنسان يأمن على نفسه، لا يخاف على نفسه، صدق. مسعد بن صدقة كان عند الإمام الصادق سلام الله عليه، فسمع رجل يسأل الإمام: ما تفسير قول رسول الله صلى الله عليه وآله: أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر؟ الرائج عندنا حق، كلمة عدل في الرواية، الرواية اللي عندنا، عند الآخرين تأتي هذه اللفظة كلمة حق، هنا كلمة عدل عند سلطان جائر. ما معناها؟ شنو معنات هذه الكلمة؟ فقال الإمام سلام الله عليه: هو أن يأمره بعد علمه وهو مع ذلك يقبل منه، وإلا فلا. يعني مظنة التأثير، أن يكون هنالك مظنة تأثير وأمن على النفس، العارض على الأصحاب، على الإخوان. روايات أيضا تقول، رواية عن الإمام الباقر: من تعرض لسلطان جائر فأصابته بلية لم يؤجر عليها ولم يرزق الصبر عليها. من تعرض لسلطان جائر، شنو معنى الحديث؟ ممكن يكون له معنى أنه ظرف هذا الإنسان هو ظرف تقية، تعرض لسلطان جائر. البعض يفسرها تفسير بعيد، أنه تعرض له بالمسألة، ربما يكون صحيح، ولكن تعرض لسلطان جائر في ممكن زمن تقية فأصابته بلية، زي العقوبة، يعني أن هذا ترك التقية فأصابته عقوبة
نتيجة لأنه فعل ما لا يجب عليه وخالف مبدأ التقييد. الإمام الرضا سلام الله عليه قال له جماعة جماعة قالوا له يا ابن رسول الله إن جماعة من أهل بيتك يتعاطون أمر زين مو جيد تعاطون أمر غير جيد فلو نهيتهم لو نهيتهم فقال لا أفعل لا أفعل إمام الرضا يقول لا أفعل قالوا له ولم ليش ما تقول ليش ما تنهاهم قال إن أبي أو سمعت أبي يقول الموعظة خشنة خشنة الموعظة يتأمر واحد مؤمن ما يقبل زين جارك ما يقبل واحد متقي يمكن عالم ما يقبل طالب علم ما يقبل تعظه تأمره بمعروف تنكر تنهاه عن منكر ما يقبل وهنالك من الروايات من التي تقول التي يظهر منها المعارضة مثلا تأمر أنه من مشى إلى سلطان جائر فأمره بتقوى الله وخوفه ووعظه كان له مثل أجر الثقلين ومثل أفعالهم ولأنه له أجر عظيم إذا ذهب إلى سلطان جائر ووعظه وأمره بتقوى الله عز وجل رواية أخرى تبين أنه يكون في آخر الزمان قوم لا يوجبون أمرا بالمعروف ولا نهيا عن المنكر إلا إذا أمنوا الضرر إلا إذا أمنوا الضرر ذلين شنو يعني يخافون إذا أمنوا الضرر تكلموا هذه الرواية تشعر بأنه على الإنسان ماذا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيه ضرر لذلك هنا في هذه الرواية مثلا صاحب الوسائل لما يتوقف عندها يقول يعني هو المفهوم الآن فقهاء كلهم يقولون بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنما يعني شرطية السلامة وعدم الضرر هذا واضح يعني كلهم فقهاء يقولون هاي المسألة فهني صاحب الوسائل يقول بأن يحتمل أنه يجب على الإنسان أن يتحمل الضرر اليسير في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واحد ويقول يحتمل استحباب تحمل الضرر الكبير أنه يستحب للإنسان تحمل الضرر الكبير زين وكذا يعني على يعني الهم السبزواري ذكر حول هالرواية أن هذين قوم السبزواري في مهذب الأحكام ذكر أن هؤلاء قوم لا يوجبون أمرا بمعروف ولا نهي عن المنكر قوم خاصين متلبسين بلباس الدين ولا يوجبون أمر بمعروف ولا نهي عن منكر زين ولذلك هم يعني أمير المؤمنين يعني كان مصبر على ما أصابك في هذه الآية يقول في المشقة والأذى في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني هاي في قبال تلك الروايات التي يظهر منها أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيه ضرر وأن على الإنسان أن يتحمل الضرر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر زين هنا مثلا على مستوى الفتوى مثلا السيد السيستاني ما يرتبط بالضرر
في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يجب في حالة توجه الضرر أو الحرج على الإنسان في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كان في ضرر لا يجب عليه، إلا إذا كان الأمر بقدر من الأهمية فقد يجب، يعني أن هذا بنظر الشارع المقدس لا مهم حتى لو توجه الضرر لهذا الإنسان فيجب عليه. ليش؟ لأن هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذا الموضع يكون أهم بنظر الشارع المقدس، وهكذا يعني قريب من ذلك السيد الخوي أنه إذا علم أو اطمأن إلى التأثير فقد يقال بوجوب أنه قد يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، خصوصا إذا وازنا بين الضرر والأمر المنهي عن أو المأمور به، نشوف أي هو أهم. فإذا كان الأمر به أو النهي عن هو أهم من وقوع الضرر أن يقول يجب أيضا على الإنسان المؤمن أن يأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضتان واجبتان من فروع الدين العشرة، يجب على الإنسان أن يؤديها، ويجب على الإنسان المؤمن أن لا يتوانى عنها، مع الشروط تجب، مع الشروط تجب. لكن إحنا حتى مع الأهل، يعني واحد يخاف من السلطة، لا يأمن على نفسه، لا يأمن على حاله، لكن مع المؤمنين، مع أهل بيتي، مع جيراني، هذا هنالك تقصير كبير منا في هذه المسألة. ثورة الحسين عليه السلام مثال عظيم على هذه إقامة هذه الفريضة، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. وهكذا سارت الحوراء زينب سلام الله عليها على هذا الطريق، امرأة تعرف المعروف وتعرف المنكر كما قال عنها الإمام زين العابدين: أنت بحمد الله عالمة غير معلمة وفهمة غير مفهمة. زينب تعرف المعروف، تعرف المنكر، تعرف المعروف، تميز بين المعروف، تميز بين المعروف وبين المنكر، والشروط متوفرة، الشروط متوفرة في زينب سلام الله عليها. وأيضا هنالك ضرر كبير على الدين إذا ما تصدع زينب سلام الله عليها، أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر، وأنا زينب سلام الله عليها في موضع عظيم لأنه ضرر على الدين، إن هذا قاعد يشوه ابن زياد ويزيد، يشوهون صورة الحسين أو يسعون تشويه صورة الحسين عليه السلام. زينب قالت لابن زياد: إنما يفتضح الفاسق ويكذب الفاجر وهو غيرنا. قال لها: كيف رأيتي صنع الله بأخيك الحسين؟ قالت: ما رأيت إلا جميلا، هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم وسيجمع الله بينك وبينهم فتحاج وتخاصم. زينب سلام الله عليها صدعت بالعدل، بالحق، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهكذا في مجلس يزيد الطاغية يزيد، وكان خطر على زينب سلام الله عليها، خطر أنه كاد ابن زياد يقتل زينب، لكن الحسين سلام الله عليه أخبرها بأن الله حافظكم، الله حافظ أهل البيت، يعني عند زينب هذا العلم وهذا اليقين أنه أكو حفظ. وبالتالي قالت كلمتها زينب سلام الله عليها: كيدك وسعيك على
صدقتك والله لا تنسى ذكرنا ولا تميت وحينا. قال زينب كلمة الحق وقالتها لأهل الكوفة. فبكوا كثيرا وضحكوا قليلا فلقد ذهبتم بعارها وشنارها. زينب سلام الله عليها عالمة عارفة بالمعروف عاملة بالمعروف منتهية عن المنكر تعمل بالمعروف منتهية عن المنكر كما يقول يحيى المازني جاورت بيت أمير المؤمنين في الكوفة فلم أسمع لها صوتا ولم أرى لها شخصا. هذه زينب العارفة العامدة التي تقوم ليلها المتنفلة التي لم تترك نافلة الليل حتى في أحلك الظروف التي مرت بها سلام الله عليها. علي بالمؤمن أن يقتدي بهذه المرأة الصالحة المؤمنة التي هي تالي المعصوم السائر على نهج الإمام الحسين التي تكفلت بالعيال وحملت تلك المسؤوليات العظيمة فقامت بها على أكمل وجه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من السائرين على نهجهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلص الأسارى ويرحم موتانا وموتاكم وأن يفرج عنا فرجا قريبا وأن يثبتنا وإياكم على ولاية آل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام وعلى البراءة من أعدائهم أفضل الصلاة والسلام عليك يا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. صل على محمد وآل محمد. أفلح من يصلي على الرسول وآل الرسول. يا مستمعي النظام صلوا على البدر التمام محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا الثالثة من أولاد فاطمة الزهراء سلام الله عليها وكانت ولادتها في الخامس من شهر جمادى الأولى السنة الخامسة والسادسة من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقد سرت بضعة المصطفى بحملها وكذا أمير المؤمنين عليه السلام وسر رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. وتتابت علي الليالي والأيام والشهور وأكملت العدة التي أرادها الله عز وجل فشعرت بقرب ولادتها وكأني بها قد أخذها الطلق فولدت بالحوراء زينب. وصلي وصلي وصوما بهدايتكم.
وصلي يا رب اقبل مساعينا، وصلي على الهادي وعترة بهاي المسيح. بدرها تطيب جروح من يحل بدارها، ليالي الشام ضواها بدرها، شرف للشام بتحامي الحمية. الشرف والزهد من جاء ما لنا غير أهل البيت، من جاء زينب نورها بهاليوم، من جاء شق على الأرض ومساج زهية. خيولك يا رسول الله عنها للطيبة بطيبة بعجل عنها، زينب انشد الكرار عنها، ما تنولدها تبارك للزكية. يا زهرة ولادة زينب الحرة الأبية. زهت أرض المدينة وشعت الأنوار، الفلك هو وسماه بارك المختار، بولادة زينب وحرة على الكرار، وللزهر اليوم نهنيها، وللزهر اليوم نهنيها، للزهر اليوم نهنيها، للزهر اليوم نهنيها، للزهر اليوم نهنيها. فرحنا اليوم والفرحة كبيرة بولادة زينب الحرة الأميرة، اجيان اليوم يم بدر العشيرة. الله يوصلنا لزيارته إن شاء الله. اجينا اليوم يم بدر العشيرة، للكافل جينا تعنانا، للكافل جينا، للكافل جينا، للكافل جينا. ضوى ونور جمادة بمولد الحورة، تهاني الحيدرة والطاهرة الزهرة، اسم زينب يظل من أجمل الأسماء. للمهدي اليوم مهنينا، للمهدي اليوم مهنينا، للمهدي اليوم مهنينا، الطاهرة والهاشمين حسن وحسين والتسعة الميامين، بولادة زينب خير النساوين، ونهن الطاهر علينا، ونهن الطاهر، ونهن الطاهر علينا، ونهن الطاهر، ونهن الطاير والينا. أفضل الصلاة والسلام عليك يا رسول الله محمد وآل محمد، صلاة وسلام على محمد عليه النبي وآل محمد، صلاة وسلام عليك يا رسول الله.
وسلم.